العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ جنان اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتاب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان والابد امين. في سؤال بيقول ايه تاثير جهاد الانسان او الفرد على فاعليه الخدمه؟ من الحاجات الجميله بعد ما بقى تيموساوس اسقف كتب ليه معلمنا بولس الرسول رسالتين بيكلموا فيها عن الخدمه وازاي تكون الخدمه خدمه روحيه، خدمه مثمره، خدمه تجتذب النفوس. ويقول له في رسالته الثانية يقول له إيه؟ وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي واضطهاداتي وألامي مثل ما أصابني في أنطاقيا وأيقونية ولسترا، أي اضطهادات احتملت من الجميع أنقذني الرب. هنا معلمنا بولس الرسول بيسلم لتلميذه تيموساوس مش مجرد شوية تعليم، مش مجرد شوية معلومات، مش مجرد شوية كلام، لا ده هنا بيسلم حياة، بيسلم جهاد. ليه؟ عشان يكون ليك تأثير كخادم، ومش بس كخادم، خادم في مدارس الأحد أو خادم جوه الكنيسة، كل أب وأم هو خادم في بيته. عشان يكون ليك التأثير في أولادك لازم تكون بتجاهد، ولازم تكون ليك عشرة حلوة مع ربنا، ولازم لما تكلمهم عن ربنا يبقى أنت مش بتكلمهم عن ربنا مش مجرد معلومات قريتها عن ربنا في كتاب، لا انت انسان عايش حياة وبتسلمهم هذه الحياة، بتجاهد فيها وبتنقل جهادك ده لايه؟ لأولادك. يبقى اذا الخدمة او ان انا اوصل عشان خدمتي تكون خدمة مؤثرة هي يجب ان تكون حياة، هي حياة مش بس بتنطبق على زي ما قلت لكم خدام مدارس الاحد، زي ما قلت لكم بتنطبق على كل اب وكل ام بينقل لولاده عشرته الحلوه مع ربنا، بينقل ليهم سيرته، بينقل ليهم جهاده، بينقل ليهم خبرته الروحيه. نشوف خادم عظيم جدا من الخدام الجمال اللي كان ليهم دور قوي جدا في تاسيس الكنيسه عندنا وفي تاسيس كنايس كتير في اسكندريه، هو قدس ابونا بشوي كامل. تملي نلقبه كده بالانجيل المعاش. حياته وجهاده ومحبته لربنا كان ليها الدور الاول في خدمته، وخلى خدمته دي خدمه مؤثره جدا مش بس في الجيل اللي خدمه، لا ده كمان امتدت تاثيرها لكل الاجيال اللي جت من بعد كده. بقى رمز، بقى نموذج للكاهن، بقى نموذج للخادم، بس ده كان من خلال ايه؟ من خلال حياته، من خلال حياته، من خلال جهاده. بقى ليه اكبر تاثير في حياه اولاده. سلم لاولاده مش مجرد كلام، لا سلمهم حياه، ازاي يصلوا، ازاي يحبوا ربنا، ازاي حتى في اوقات الاضطهاد يكونوا صابرين وعينيهم على ربنا، ازاي يحتملوا والاحتمال ده يكون احتمال بشكر. هو ده التاثير المطلوب من كل خادم، ومطلوب من كل اب، ومطلوب من كل ام وكل مسؤول. جهادك هو اللي هيخلي لخدمتك تاثير وفاعليه. من اجمل ما قيل عن ربنا يسوع اللي اتكتب عنه في سفر الاعمال الاصحاح الاول. تعرفين اللي كتب سفر الأعمال هو معلمنا لوقا، يقول كده في بداية أول آية، يقول كده: الكلام الأول الذي أنشأته يا ساوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. خدت بالكم؟ ربنا كان بيفعل ويعلم. السيرة المستقيمة، السيرة الحلوة، الجهاد الحلو هو أجمل عظة، صدقوني هو أجمل عظة، هي أقوى قرازة. للأسف الكتبة والفريسيين كان عندهم تعليم كتير، لكن التعليم بتاعهم غير مؤثر، بدون فاعلية. ده اللي قاله ربنا، قال لهم كده: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين. فقال له، فكان بيقول للشعب كده: كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون
ولا يفعلون. يبقى يا ريت كل واحد فينا يراجع نفسه في المسؤوليه اللي ربنا مديها ليه، سواء خادم زي ما بقول لكم اب او ام. عشان كده تكون خدمتنا، عشان تكون خدمتنا خدمه لها تاثير، نتكلم باللي احنا عايشينه، نعمل ونعلم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين ماري مرقس وبابا بيتروس سيدي بشر 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. وسط ظروف الحياة الصعبة اللي بنعيشها يومياً والتجارب التقيلة اللي بنمر بيها، بنلاقي أبائنا بيشاورونا على الحل، بنلاقي المرتب بيتأمل في العصفور وإزاي إن العصفور وجد بيت يستقر فيه واليمامة عايشة عشان تقعد فيه مع فرحة، وهم مش حاسين هم رايحين فين أو يلجأوا لمين. لكن داود النبي بيكمل ويقول إنه ملقاش زي قوة وعظمة المسبح عشان يلجأ، وهو ده سر بهجة قلبه وراحة جسمه. جوه الكنيسة نفسك بتنطلق للسماء، بتنسى تماما انك على الارض، بيختفي العالم بكل مادياته عن مصيرك. المكان اللي بتشوف فيه الهك ملك جالس على العرش، بتجري عليه وتترمي في حضنه وتحكي له على كل اسرارك وتعد وترمي عليه كل أقداس أورشليم السمائية، إحساس بالمهابة والرهبة، هدوء وسلام نازلين من السماء. أنت شايف أبونا وهو ماسك الذبيحة والبخور طالع للسماء شايل معاه طلوات وتضرعات وطلبات من القلب، والشمامسة واقفة بره بترتل أجمل الألحان، والشعب واقف من وراهم بيرتل هو كمان زي بالظبط الشاروبيم وهم واقفين بيرتلوا قدام عرش النعمة. منظر مهيب وأوقات مقدسة بتفتح عينينا على السماء، بتخلينا عايشين السماء وإحنا على الأرض. وكل ده بينتهي لأن أنا باخد جسد المسيح ودمه جوايا.
الروح القدس اللي بيحل على الجسد والدم عشان يقدسه، بيحل علينا كمان عشان يقدسني، بيخليني مستحق ان انا اتناول من الاسرار المقدسه لمغفره الخطايا. وقوفك قدام المذبح وانت شايف جسد الرب ودمه، شايف ابونا وهو بيكسر الجسد وبيدوق الدم كانك بالظبط مع التلاميذ في العليه وقت العشاء الاخير، شايف المسيح بنفسه قدامك بيكسر الجسد من اجلك ومن اجل خلاصك، وسمعه بيقولك من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. صلي واطلب بلجاجه وارفع قلبك وعمق طلبك وهو مش هيكسفك ابدا. صلي واختبر قوه صلاه المذبح. الكنيسه هي مذاق الملكوت على الارض. هنا انا عبرت من الموت للحياه، هنا انا اتولدت من الماء والروح، ولاده روحيه، هنا انا مت مع المسيح وقمت معاه، هنا انا اتهنت بذات المحبوب، ومن اعظم دعم من العهد الجديد الروح القدس حل جوايا. لما بتدخل ميه المعموديه بنطلع حاملين ختم الله، لينا صوره خالقنا وحاملين سماته فينا. احنا مش بس بنبقى شبه المسيح، لكن حياه المسيح بتكون حياتنا، موته هو موتنا، قيامته هي قيامتنا، سماته سماتنا، وامجاده هي امجادنا. الكنيسه هي عربون دخول ملكوت السماء. احيانا بتحس انك وحيد محتاج حد تتكلم معاه، واحيانا بتحس انك محتاج تقعد مع اب اعترافك او مرشدك الروحي اللي دايما بيديك النصيحه والارشاد في طريقك الروحي. هما دول اللي المسيح اعطاهم السلطان انهم يدونا الحل لمغفره الخطايا. قعدتك مع اب اعترافك مش مجرد قعده بتعترف فيها بخطيتك وتقوم وتمشي، بالعكس بتحس بحبه وبقوته، بتشوف فيه المسيح وعطفه، وبتسمع لتعليمه وارشاده. في الاخر ابونا بيقرا لك التحليل، وبتخرج من عنده وانت عندك احساس بالحريه والفرح. الحريه لانك اخيرا قدرت تتحرر من ربطات الخطيه، وفرح لانك اخيرا قدرت تعبر عن اوجاعك المكبوته. كنيسه مستشفى وهدوء للنفس المضطربه. اول ما بتدخل الكنيسه بتلاقي رجليك وجريك من غير تفكير ناحيه مزار شكرا، تقف تصلي وتاخد بركته. هنا اخواتنا واهلنا اللي شهدوا المسيح ودمه. كنيسه المسيح هي كنيسه الشهداء اللي متزينه بدماء اولادها. هنا مكان اعلان الحب الالهي، مكان التقاء الحب بالالم وتغيير مفهوم الالم، واصبح شركه حب مع المسيح المتالم. بس زي ما هنتالم معاه هنتمجد برضه معاه. الكنيسه ام الشهداء جدا. المعلوماتية اللي بيشهدها العالم كله حاليا، اغلب الناس بتعرف الاخبار والمعلومات عن طريق السوشيال ميديا بكل اشكال، سواء من خلال بوست على الفيسبوك او فيديو ملوش اي اساس من الصحة او خبر قديم. معلومات كتير مغلوطة بتنتشر وبنشوفها كل يوم. احنا محتاجين يكون عندنا مصادر موثوق فيها نقدر نستمد منها المعرفة الحقيقية، والكنيسة وفرت لك ده. هنا المكتبة الاستعارية اللي فيها كل أشكال وأنواع الكتب بكل المجالات، ومكتبة الكتب فيها كنوز حقيقية. الكنيسة بتعمل بوصية المسيح، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. الكنيسة نور وسط ظلام وجهل العالم. علماء النفس دايما في طريق عطور الفضول والكتاب أصبح مرض العصر دلوقتي، دايما بيركزوا لنا 3000 شتاء. لكن ركزت شوية لقيت إن الكنيسة بتقدم لنا 3000 دول أنشطة وخدمات ومكان مريح ومقدس تقدر تتقابل فيه مع مرشدك الروحي أو الخادم بتاعك أو حتى خادم المشروع. تدخل الكنيسة تعبان وتخرج منها مبسوط وفرحان. حقيقي زي ما قال زهبي الفم، الكنيسة مستشفى هتلاقي فيها علاج لكل أمراض الوجع. الكنيسة حسن يومي. الكنيسة
رعاة ورعاية، ما تعرفش غير الحب للجميع من غير تمييز، تحب زي عريسها كل البشرية وتحتضن الكل، عايزة خلاصهم وإنها توصل بيهم لمعرفة الحق. رسالة الكنيسة بتتركز في الوصول بكل نفس مهما كان شرها لعريسها وفديها يسوع، وهي كده مش بتحاول تخفي الشر أو تتسطر عليه، بالعكس بتحاول دايما إنها تكشفه وتعترف بيه، وكمان تدي فرصة للتايب إنه ما يرجعش للخطية تاني. ما تعزلش نفسك عن الكنيسة، لأن مفيش أقوى منها كإيمان وحياة. الكنيسة هي رجائك، خلاصك، ملجأك، دي أعلى من السماء وأوسع من المسكونة، مش هتشيخ أبداً وهتفضل في كامل حيويتها للأبد. إحنا كنيستنا كنيسة غنية أوي، غنية بتاريخها المكتوب بدم شهدائنا السمين، غنية بطقوسها اللي بتخلينا نعيش جوه الأحداث، غنية بألحانها العذبة المعزية المفرحة، غنية بروحانية قدسيها، غنية بإيمان أولادها غير المتزعزع، غنية بعقيدتها الراسخة القوية، غنية بعملها كنور يضيء وسط الظلمة، غنية برسالتها وهي توصيل بشارة الإنجيل للعطشانين والموتى اللي محتاجين الخلاص في العالم، ولسه عملها مستمر تجبر الكثير وتشفي العليل وتصلي للمحتاج وتسند للضعيف وتعزي الحزين وتفرح مع التايه وتكمل عمل الله على الأرض لحد ما توصل بينا لأورشليم السمائية. القديس كبريانوس قال: لو استطاع من هو خارج فلك نوح أن ينجو، لاستطاع كل من هو خارج الكنيسة أن يخلص. الكنيسة هي مذاق الملكوت على الأرض، هي عروض دخول ملكوت السماوات، المستشفى وهدوء للنفس المنتقى، أم الشهداء جميلة، نور وسلام وجهل العالم، حسن يوم الدين. الكنيسة أم حانية تحب،